تنحمس نتصنط ليه كاع، والله ما كنحمل كاع تنتصنط ليه، ما كان والله العظيم اقسم بالله ما كنكملش عا شي في الفيديو ديالو ما كنكملش واقيلا حتى 10 ديال الثواني، ما كيقول والو، ما تيقول والو، غتخربق وغالكذب. طلع عاوتاني كيضرب في مالكة، قال لها وانت هي اللي باغين غير البوز كلها باغي غير يطلع على ظهر الاخر راه ما كاين والو. سمع سمع لي طوكيو، لي طوكيو انا قريب، انا قريب غادي نجي لك والله غنوقف عليك في بولونيا، انا نوريك ما عنديش الوراق حراك، انا نوريك شكون الحراك. قدر من موت قدر من بزاف الحوايج، هذا جوج الحوايج اللي متابعين. قال له بغيتي تسمي انا ما تمركيش عليا بيلانتي، انا كنقصد كنت واقصد وحمزه الشماخ، وحمزه الشماخ انا كنسميك، انا عندي الجرأة نسميك انا هو اللي كنقصد. قلتناش قال لك والله كون كانوا في المغرب تمشي نوقف عليه في باب الدار، انت غتوقف عليا انا في باب الدار. ويلي 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 فين مشيتي بعيد اخاي، وانت اقسم بالرب راك عشي عايش في واحد العالم استثنائي، راه عايش انت في واحد العالم ديالك بوحدك، توقف عليا في الدار ترى واش فا وانت ولا مالك، واش دختي ولا مالك، ياك ما ضربش شي قرقوبيه ولا ضرب شي ستر ديال النفحه ولا مالك، ياك ما تخربقوا لك الفيزيبلات، انت غتوقف عليا، انت غتوقف عليا في الباب، واجي وقف عليا وغادي نوريك توقف عليا. عايشين في المغرب وقصت الشرط ديالهم شمشي. لا لا لو كان قالوا في المغرب لو كان قصدهم في ديورهم ناري يا رب العالمين، ومتيقين راسهم بزاف. عندنا شوف راه ما بقات لا طول لا صحه لا والو، بالرب العالي العظيم يا بنادم هادشي العصبه، العصبه ديالك نحيدها لك اقسم بالرب، يا العصبه ديالك نقلعها لك، انت ما كنبغيش تسمي يا ولاد القاع وتعطي وندير ونفعل، وسمي انا سميتك وسجل وانا قريب نهبط للمغرب ووريني اش عندك، وريني اش عندك، عندك عاوتاني تليها رغيب عاوتاني الله يرحم الوالدين التنازل، انا راك واللي فاش شد نزار في ديك 48 ساعه اللي جيت طلبت منكم باش ديروا التنازل وقلتي لي انتم داعيينو وكتقول شوف غير شدوا المحامي وحنا نخلصوا معاه النص، كيفاش انت داعي وباغي تخلص معاه النص ديال المحامي؟ شوف عندي التسجيلات كامله اتاكون هاني كلشي عندي يا حبيبي، انا عندي شي حاجه عليك انت راه ما عرفهاش، انت راه مخك يضرك، راه غنجبد لك شي صداع مقود في المغرب، راه يجبدوك حتى في نهار كنتي في الخليج بلا ما نسمي لك في الخليج شنو كنتي كدير والروينه، وانت راك قلتي قلتي لهم انا قحبه، الا كانت هي قحبه انا قحبه قديمه، وانت راك عارف راسك قحبه، انت بلا ما نقولوها احنا انت راك عارف راسك قحبه، الا كانت ندى مدوزه انا راه مدوز كثار منها راه باينه صاحبي، الاخرى كتقلب على اختها، الاخرى كتقلب على اختها 20 عام الله ما بغيت نعرف هما سببات. سمع 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 الهوتوكيا كانوا عايشين في المغرب، الهوتوكيا كما كانت بعدا مرا نطقات جبدات السميات، مرا نعترف بها نعترف بها جبدات السمية عليهم. شنو هذاك؟ نجات ديها في راسك، ديها في راسك، كتبان ندخلها شنو فاش داني في السيد انا ومرتو، انا نزار لي صاحبي، وهي طوكيا انا اللي لقيتها مع نزار، وانا اللي قلت لنزار شوفك مع هاد السيده، وهي اللي كانت كتبحث عليا باش تبقى مع نزار، صافي؟ وهي في الاخر خورتني خورتني غنخورها. انت قصت الشوك ديالهم؟ سمع. شمتي؟ لا لا انا ما قصتش السردينة والمنادي هما سبب هادشي. السردينة والمنادي، السردينة ما قدرتش تقول كروبيطة، قالت غير السردينة. انا المنادي تكرين المنادي علاش ما كيسحبوا منه ما عنديش الوراق ما عندي ما غادي ندير فهمتي المنادي علاش ما كاينش عندها زياره واش عشان تبقى عنده الزياره صافي شافت البوز ما كاين والو اما كون كان البوز وكان طالع تيك توك وكان تبربع نتوما ما فاهمينش بزاف ديال الحوايج شوف وحق الله العظيم انا بغيت نبعد على هاد الزبولات هادو بغيت نبعد عليهم وحق الله تا بغيت نبعد منهم والله تا بغيت نبعد منهم ما بغاوش يبعدوا مني انا ندير الكونسيبت ديالي كنديرو بالليل من ال 11 كاع الماكسيمو اما كنبدا مع ال 10 ولا ال 11 باسكو كيكون عندي بزاف ما كنمشي للاصال وما كيكونش عندي الوقت دونك دي فوا كنبدا مع ال 11 البرنامج ديالي قلوب مجروحه كنعاودوا قصص هادي الناس كيطلعوا معايا كيبقاو يخويو قلبهم اللي عنده شي مشكله ولا شافوني بعدت عليهم في واحد الكونسيبت بقاو تابعيني كيجبدوا فيا انا ما بغيتش نهضر على هاد الزبل هذا دزت عليه سيمانه
ما بغيتش نهضر عليهم بنادم ولا المنادي مالك واش خايف واش هادي ما وقعتي الماتش او دا اخويا راه ما جيتش تزرفني وانا ما كنبيعش الماتش وما كنخاف حتى شي قرض فيهم ونهار غادي نهبط للمغرب انا راه عارف اول حاجه غادي نمشي نشوف تي في والانسانه كتستناني غير فهمتي غنمشي نشوف تي في هي اول حاجه نفرق عم مر رمانه كامله كلشي غندي معايا التليفونات غنديهم معايا غنمشي عند البوليس نيشان هاد ولاد غنمشي عند البوليس نيشان هاد ولاد الكلاب اشنو كيديروا اشنو كيديروا اشنو كي والخبره ماشي قلبوا لي التليفونات ديالي انا ما فيها حتى شي حاجه خايبه صافي التسجيلات هادوك مسجلهم هي راه عارفين حنا القانون ما عندكش الحق تسجل واحد المكالمه ولا دوني ديك المكالمه اللي غنسجل انا الا كنت ما كتعنينيش وانا ما كاينش في المكالمه واني انا كاين في المكالمه والناس كيهضروا عليا وكاين المشكل عليا راه مطابق على خصني نسجل القانون لا يحمي المغفلين حنا راه عارفين بلي ما عندكش الحق تسجل المكالمه واني نسجل المكالمه ديالك ونسمعها لواحد اخر اللي انا ما داخلش في ذاك الموضوع واني انا فاش كنت الامر كيتعلق بيا انا غيضرني راه غنسجلك راه بطبيعه الحال راه غنضل المشكل عليا انا خصني نسجل سمع كامل اسمع بالضبط ماشي دابا كان هي باش نعرف بنادم بهذا الشيء اللي عندك ماشي انا بغيت نسمي راسي سمي ديريش انا راه كنقصد العون ما ديريش انا كنكونوا عايشين في المغرب كنقصد الشهر ديالهم فهمتي لا لا والله عرفتي كيعجبونا بالسناطح اقسم بالرب العالي العظيم دابا نتحداك كيما تحديت هذاك اللي قال لك غنجي نسد لك الصالون اجي سد لي الصالون يلا ما عندوش الوراق اجي سد لي الصالون بقاو غير بلالا طالع كيقول لك لا وحكى على وجهني بالا وما دير بوجه حتى واحد غتخليونا من النبيح في اللايفات واجي سد لي الصالون انا كنتحداكم يلا قلت الصالون ما مريقش يلا اجي سدوه ليا ولا بقاتنا غير طلعوا الليل طزي ودي ودي هذا نتحدى دابا نصيفطو بنادم نصيفطو له تمايا فين ما بغى في المغرب كامل نصيفطو له بنادم والله تيخرا تحتو بالله هذا والله تيخرا هاد الناس هادو ما بغاوش يبعدوا مني سمع سمعني دابا عرفتي نقول لكم دابا شنو وقع دابا انا فاش شافوني بدلت الكونسيبت بعدت عليهم ما بقيتش كنهضر عليهم درت واحد الكونسيبت اخر اللي هو قلوب مجروحه خوي قلبك ترتاح فهمتي كنعاود قصص هكا فهمتي ماشي ديالي انا نقدر نعاود لكم قصص ديال الاصدقاء اللي عاودوهم ليا ولا ودي فوا كنعاود قصه ديالي انا ولا الناس كيطلعوا معايا كاين اللي بغى يخوي قلبه ولا كنديروا من 10 ديال الليل لوحده ديال اتكاو تما كنسو حتى 3 ديال الصباح كيكونوا معايا واحد الناس نقيين زوينين ما بقاش عندي داك الرنج داك الذباب الالكتروني ما بقاش عندي بغيت نبدل راسي بغيت نبدل لونتوراج ديالي بغيت نبدل دوك لي زامي بغيت نرتاح هاد الناس هادو ما بغاوش يبعدوا مني والله ما بغاو يبعدوا مني ودابا هي غتنطق سمعها تقول سلام اخويا والد سمع منادي مشغول اخويا ايه بصح اخي مشغول وعندي شغالات عندي بزاف ما يدا ما بقيتش انا مسالي لهاد الزبل هذا كاع والله سمع سمعني حمزه سمعني هادشي كله نقول لك انا نقول لك شكون اللي داير هادشي كامل قبل ما تسوق عليا شي حاجه نقدر نموت قال لك هادشي شكون اللي دايرو كامل غادي نقولو قبل ما توقع لي شي حاجه نموت وموتي اش كتسناي دابا بالزربه يلا كون غنمشي تهنوا منك خارجين على على الدراري واحد بوليداتو وواحد ميمتو بعدا شوف كما كان الحال نزار طلع رجوله انا باش نقولها لكم ما بقيتش باغي نعاود نهضر في هذه المواضيع نزار طلع رجوله والله حتى رجوله وحق رب شا رجوله الحبس ضربي معاه الحبس ما كاينش التنازل غتحاكمو على اي واحد دار شي حاجه يتحاكم عليها علاش التنازل علاش باغي التنازل ولا مطلع لي داك دوك القروده وداك القرد ديال ساحه الهديم اي بوركوا اي بوركوا ما تيقول تاك المجو مفيده اقسم بالله تمعنو فين ما عنده لا اسلوب الهضره ما مثقف ما قاري ما خاري ما والو اقسم بالله